نحن نعمل في كليات التقنية العليا لتصبح الإمارات الأولى عالمياً في مجال التعليم العالي. فخورة كوني سفيرة التميز في كليات التقنية العليا، أساهم في نقل ثقافة التميز للموظفين من خلال تقديم ورش عمل تفاعلية تدعم تطورهم ومشاركتهم في جوائز التميز. ساهمت جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المميز على التنافس الإيجابي والخروج بأمثلة ونماذج مميزة من الموظفين وعلى بناء القدوة الحسنة على عدة مستويات. ونقولها بفخر كسفراء للتميز الحكومي، كان لنا دور وبصمة واضحة في إحداث نجاحات وقفزات في تحول العمل الحكومي على مستوى كليات التقنية العليا.